ست سمر، يعني يا ريت تخبرينا اكثر على الطرق ممكن تقدم فيها ست البيت للعائله للاطفال تحديدا الزنجبيل بطريقه بتقبلوها بتكون كمان لها طعم طيب لها. هلا مثل ما حكينا مثلا بالشوربه او باللحوم معروفه تماما انه كثير منهم لما بطبخوا الدجاج تحديدا اكثر من اللحم بضيفوا قطع من الزنجبيل. حاولي ما تضيفيها هيك، لانه اذا ضفتيها هيك ما كثير حتستفيدي. ضيفيها مثل الطريقه اللي انا ورجيتكم اياها، بقطعه قشاش مبشورها وسقطيها، اربطيها وسقطيها مع الدجاج واللحمة. طبعا فيكي تحطيها بهذا الشكل وتستفيدي من مية الدجاج بعدها بطبخ أي مادة بدك إياها. النقطة الثانية كمان بتقدر تعمل كيك بالزنجبيل، شوكولات بالزنجبيل. كيف؟ سهل جدا ان تسيح الشوكولا اللي موجوده مثلا عندها او بالسوق تشتريها لوح شوكولاته، لما بتسيحها بحمام مائي ترش عليها زنجبيل مطحون اللي هو هيك بهذا الشكل، طبعا بعد ما نطحنه بكون مع قليل من اليانسون، اي منكهات بدك اياها، وشوي اذا في عندك كورن فليكس او اذا في عندك خلينا نقول جوز، اي مكسرات، وخلطيهم كلهم مع بعض واعمليها كور كور صغيره. تطلع رائعة جدا. حلو. استفادوا من الزنجبيل، مفيدة وأيضا نكهة بتكون محببة للطفل. صح. على فكرة الأشخاص اللي بيعملوا دايت تحديدا الزنجبيل يقوم مقام المالح الحلو في الأكلات. حلو. لأنه نكهته بتطغي، يعني هلا عندك شرق آسيا دائما منهم الهند الصين الزنجبيل. طبعا كله لازم يدخل الزنجبيل بأكلهم. بس سمر خليني بس أرجع لنقطة إنه هو بيحاول في تقليص والتخلص من الدهون والسلولايت تحديدا. يعني في كتير سمعت قصص من صبايا إنه بيستخدموا الزنجبيل لتصغير حجم الأنف. شو رأيك بهالموضوع؟ أنا كتير رأي سمعته وقالوا لي فعلا بتصير. ف يعني قصدك يفركوا أنفهم؟ صح. لا شوفي اقول لك على شيء، يعني الانف اولا الانف ما فيه هذيك الدهون. الانف هو عباره عن ماده غضروفيه، عن بس ممكن انه بيساعد في تحديد شكل الانف. لا شيب، شوفي شيب اذا كان فعلا في شكل. دهون اذا كان في دهون يعني يعني اعاده تنسيق الشكل بيساعد، يعني اذا في ما حد في انا دهون. بصراحه ما بقدر اقول لك او لا. انا ما بقدر اقول لك لكن قناعتي هذا الشيء بده يكون من الصغر، يعني على كبر صعبة انك تعيدي تشكيل الانف وهو كبير الشخص. يعني هاي معلومة انا كنت حابة اكدها، كثير صبايا سمعتها منهم. بس موضوع اخر، بما ان ذكرنا موضوع الانف، الرشح هو يعني يعتبر طبعاً واقي ومعالج اساسي للرشح. اكيد للرشح للانفلونزا. طبعا انتي فايرال اهم نقطة بالزنجبيل لما نتناوله، عشان موضوع الرشح نتناوله مع اشي فيه حوامض، مثلا قشور الليمون او قشور البرتقال. صح. ولا في اروع منه لحتى يخفف فعلا حده الرشح وحده السعله، حتى السعله كمان على فكره للرشح وللسعله. طبعا استنشاق لما بنعمل له بخار. حمام يعني هو بخار طبعا اللي هو عن طريق وضع الزنجبيل مثل هيك، او ممكن تحطوه جاف كمان. بس لما بتحطوه هيك بهذا الشكل حاولوا قدر الامكان تدقوه كثير ويتركوه ينغلى مع المي. ما رح نستفيد منه بهذا الشكل هيك، ما كتير رح يستفيد. سمر يتركوه ينغلى مع المي ولو بس المي تغلي؟ لا، اذا كان جاف خليه ينغلى مع المي شوي. لا لازم ينغلى مع المي شوي. اذا كان هيك لا، منقوعه بس منقوع. نعم. فبينعمل طبعا بتغطى الرأس بمنشفة أو بفوطة نظيفة. نعم. وبتصير يستنشق منها. لكن مثل ما حكينا اللي هي موضوع الرشح والإنفلونزا، الزنجبيل طبعا مع قشور الليمون او قشور البرتقال مفيد جدا جدا للرشح. حلو كثير. طيب ست سمر بتحب تخبرينا شيء ثاني عن فوائد الزنجبيل؟ هي 99 قلت لنا، ويمكن اكثر من هيك بطريقة يعني كتير بشره كبيرة. خلايا المسرطنه وايضا الرشح. ففوائد اخرى احنا بنجهلها، مش ما كنا بنعرفها عن الزنجبيل. نعم. فوائد ثانيه واللي كثير مهمه، وخاصه في بلادنا اللي الشباب بيطلعوا للصيد للبحر. بيطلعوا على بنص البحر، في اشخاص عندهم الموشن سيكنس بنقولها، اللي هي عملية الغثيان أو دوار البحر. صح، دوار البحر أو حتى دوار السفر بشكل عام. أي شخص بده يسافر وعارف حاله أنه هو عنده هذا الموضوع، بصير في عنده موشن سيكنس، عملية غثيان. أطفالنا لما بنطلع منسافر فيهم مسافات طويلة بالسيارة أو إلى آخره، نحاول قدر الإمكان نعطيهم قليل من الزنجبيل محلول بالمي طبعا. نعم. قليل جدا من الزنجبيل محلول بالمي وينشرب قبل السفر أو قبل الطلعة على البحر. الشيء الثاني الحامل. قديش بقول لك الزنجبيل حامي، الزنجبيل حامي. ما بصير الحامل أنا تأخذ منه، هذا الشيء صحيح. لكن إذا أخذ بمقادير صغيرة جدا. نعم. يمنع قيء الصباح عندها اللي هي بتاعت
فترة أول ثلاثة أشهر، فترة لوحام وإلى آخره. الصبح الريق إذا أخذت قليل من الزنجبيل مع قطعة من البسكوت المالح معناها قضت تماما على طول نهارها على موضوع اللي هي تقلبات المعدة والغثيان. هذه من أهم كمان فوائد الزنجبيل الجميلة، يعني فوائد عديدة تعرفنا اليوم قد ما فينا على فوائد وعرفنا مشاهدينا عليها. متشكرة كتير ست سمر على تواجدك معنا، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا كثير لك.